بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين من سان بيترسبرغ، مونديال 2018 روسيا، نحييكم أعزائي المشاهدين جمهور ام بي سي مصر. طبعا المونديال فيه حاجات غريبة جدا، يعني الفرق الكبيرة كلها بتتعادل السنة دي أعزائي المشاهدين في أول ماتش في المجموعات المختلفة، لكن كل اللي لافت نظر النهاردة الشاشة الكبيرة اللي ورانا دي، فان فيست فيفا، عاملين شاشة كبيرة في كل مدينة عشان الناس تتفرج ببلاش عادي، محدش بيجي يقول لك صباح الفل يا باشا، وحتى لو قال صباح الفل يا باشا مش بفهمها لأنها روسي، وكمان محدش بيقول يا جماعة هاي ازيك حبيبة قلبي عاملة ايه؟ أنا بص بتعاكس على طول. أعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين إن الشاشة الكبيرة دي محدش بيجي يقول لك تشرب إيه حضرتك يا باشا، والمشروب ب 10 جنيه والزبادي ب 15 عشان الماتش، لا ده في ناس جاية هنا ما تتفرجش على الماتش أساسا، في ناس جاية هنا علشان الاحتفال الكبير اللي بكأس العالم، شايفين كل الناس بتفرح، هنختار عينة عشوائية النهاردة أعزائي المشاهدين عشان نسألها عن ماتش روسيا ومصر، تعالوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمحوا لي أقعد جنبكم هنا. تحيا مصر. تحيا مصر. نتعرف بحضرتك. دكتور بهاء حسنين، أستاذ في كلية الطب. أستاذ في كلية الطب، نتعرف بحضرتك. دكتور شريف حلمي، أستاذ طب أطفال برضه. نتعرف بحضرتك. دكتور محمد بهاء الدين. بالله ما شاء الله معانا مستشفى هنا أعزائي المشاهدين، علشان المصريين لو أي حد حصل له جرح ولا أي حاجة، إحنا عندنا هنا تخصصات. معانا كل حاجة، جاهزين بالعدة وكل حاجة، بس ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. يا رب. شايف ماتش أوروجواي ومصر الأولاني أحبطكم شوية؟ هو بدلك احنا الولاد عملوا اللي عليهم وكانوا رجاله، وده توفيق بتاع ربنا بقى، ما نقدرش نعمل فيه حاجه، بس هنعوضه باذن الله. باذن الله. وشايف ان شاء الله باذن الله توقعاتك لماتش بكره ايه؟ 2-0 باذن الله، انا متفائل. والله كلنا متفائلين. 3-1 لينا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ايه الفرق ما بين روسيا ومصر بصراحه؟ ابدا، مصر بيلعبوا احسن واحرف، ومصر عندهم جديه، روس كل اللي معاهم الارض عشان هم بيلعبوا على ارضهم، بس هي دي الميزه الوحيده. باذن الله هيبقى في توفيق باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شايف ايه الفرق؟ ولادنا رجاله، وهم فعلا في المواقف الصعبه بيبانوا، وده اللي حصل في ماتش الاوروجواي. احنا كلنا يعني كنا فرحانين بيهم، واثبتوا ان هم رجاله ويستحقوا فعلا اللي وصلوا له. ان شاء الله ده هيبان برده في ماتش روسيا، ويبقى صلاح خف ونزل الملعب وتتحقق النتيجه بتاعته، يبقى 2-0 ان شاء الله باذن الله. متفائلين ان صلاح هيلعب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، سواء هو معانا وهو ان شاء الله معانا بكره في الماتش، بس هو اساس كل حاجه. يا جماعه الدكاتره بيشجعوا مصر وجايين هنا، سايبين العيادات وسايبين المستشفيات وجايين يشجعوا مصر هنا يا جماعه. ده اقل حاجه ممكن نعملها لمصر، يا ربنا معاهم باذن الله. يا رب باذن الله. باذن الله. متفائلين؟ طب تعالوا كلنا نقول متفائلين ان شاء الله. متفائلين ان شاء الله. السلام عليكم.